وللمزيد مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور محمد منصور الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. دكتور محمد، أرحب بك على شاشة القناة الأولى المصرية. سؤالنا هو عن دور القيادة السياسية المصرية والتي تقود جهودا دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون مواجهة مفتوحة ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المواجهة تختلف عن سابقتها من كل المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية. السؤال هنا، إلى أي مدى ترى الأوضاع ملائمة لذلك؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. في الواقع يعني طبعا كما ذكرت حضرتك، الوضع في هذه الأزمة يختلف تماما عن الأوضاع في المراحل السابقة. كنا نتحدث في مراحل سابقة عن اشتباك محدود نتيجة لانتهاك إسرائيلي هنا أو هناك، يتم التدخل المصري فيه لإنهاء الوضع وتهدئة الأمور وفرض وقف إطلاق النار. الوضع الحالي نرى أن جميع الأطراف المنخرطة فيه يعني تحدث عن أنه لا يوجد أفق لوقف إطلاق النار قريب، بمعنى أن إسرائيل على المستوى الميداني وعلى المستوى السياسي الداخلي قد تضررت كثيرا من العمليات الفلسطينية الناجحة. وبالتالي هناك حاجة إسرائيلية ماسة لإثبات النفس وإثبات الذات على الأرض في الميدان. كذلك بالنسبة للجانب الفلسطيني أيضا، نجاح باهر ويعني واضح على المستوى الميداني ونتائج واضحة، وبالتالي هناك محاولة للاستثمار في النجاح الحالي والبناء عليه. وبالتالي الأفق الذي نراه الآن لا يبشر بقرب وقف إطلاق النار، ولكن مصر كالعاده في مثل هذه الظروف تحاول بقدر الامكان القيام بدورها الذي يفرض عليها دورها التاريخي والتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني لمحاولات يعني لجم الوضع، لان الامور تقترب كثيرا من احتمالات اوسع بكثير من الميدان الفلسطيني. نعم، تتحدث عن هذه الاحتمالات دكتور محمد، الى اي مدى يمكن ان نستشرف الصوره في ضوء على الاقل ما يعني يتواتر لدينا من اخبار هنا وهناك عن يعني العمليات التي تدور حاليا في فلسطين؟ يعني بالتاكيد العمليات سوف تصل الى مرحله معينه او نقطه التعادل الميداني ثم تنتهي ويتم ايقاف النار، هذا يعني متوقع. ولكن المشكله هنا متى تصل او نصل الى هذه النقطه، هذا ثانيا نحن نعلم جميعا ان هناك يعني اعداد كبيره من الاسرى الاسرائيليين الذين تم ادخالهم الى قطاع غزه، وبالتالي هذه النقطه يجب ان نضعها في الاعتبار لاستشراف الوضع الاقصائي او الممكن، لان اسرائيل من مصلحتها عدم توسع القتال، لان طبعا نحن نعلم جميعا ان جبهات اخرى قد تدخل الى هذه المعادله في حاله ما اذا قامت اسرائيل ببدء عمليه بريه، ونحن يعني بالتاكيد نرى تلويح اسرائيلي بامكانيه القيام بعمليه بريه، ولكن هذا التلويح تكرر في مناسبات سابقه ولم يحدث، لان هناك توازنات داخليه في اسرائيل، وهناك ايضا خشيه من دخول اطراف خارجيه في حاله تدخل اسرائيل على المستوى البري. بالتالي هذه النقطه تجعلنا نرى ان هناك امكانيه حتى ولو كانت يعني حاليا ضعيفه، ولكنها سوف تكون اكبر خلال الايام المقبله، لان ملف الاسرى المصريين في غزه يعتبر بالنسبه لاسرائيل ملف مهم لا يمكن تجاهله على المستوى العسكري او حتى على المستوى السياسي، وبالتالي هي النقطه التي اعتقد ان هناك حديث الان حولها، سواء عبر تامين هؤلاء او عبر بحث في الكريم او مدى المصير الذي سيصلون به فيما يتعلق بامكانيه التبادل ما بين مبادلتين مثلا باسرى فلسطينيين او هو بالتاكيد هي يعني وراء الضغط طبعا في يد طبعا الجانب الفلسطيني. دكتور محمد، فيما له صله بجلسه مجلس الامن، توقعاتك بشأن القرارات التي قد ترشح عن هذا الاجتماع، خاصة طبعا في ضوء ما تواتر من أنباء حول إرسال حاملة للطائرات، حاملة طبعا أمريكية للطائرات F-16 للمنطقة؟ يعني بالطبع إرسال مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية هو يعني في الوضع الحالي بالنظر إلى التطورات التي سبق وذكرتها، هي ان المؤشرات لا تبشر بقرب وقف اطلاق النار، وايضا توجد مؤشرات على امكانيه دخول اطراف اخرى. بالتالي الولايات المتحده الامريكيه كاجراء نستطيع ان نقول انه اجراء احترازي،
ارسال هذه المجموعه للتمركز ولمراقبه الاوضاع عن كثب. ولكن بغض النظر عن هذه النقطه يعني اي تحرك دولي في هذا الاطار في الوقت الحالي نستطيع ان نقارنه بتحركات سابقه واضح دكتور. شكرا جزيلا دكتور محمد منصور الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.